على استاد مبارك العيار استضاف الجهراء ضيفه الشباب في مباراة يسعى كلاهما للابتعاد عن منطقة الغاء. الشباب يبدأ سريعا من ركنية نفذت بشكل سريع، سجل من خلالها حسين البحر الهدف الأول للأزرق. الجهراء يعادل النتيجة عن طريق المحترف موسى والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. خطأ من مدافعين الشباب بالتمرير لتصل إلى فايز الظفيري وكرته يبعدها عمار. ومن خطأ من محترف الجهراء صامويل لاعبو الشباب يستغلونها لتصل إلى أحمد جعفر ويسجل الهدف الثاني لفريقه. ينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم أبناء الأحمدي بهدفين للا شيء للجهراء. الشوط الثاني ينطلق سريعا والشباب يسجل هدف عن طريق سومة والحكم هاشم الرفاعي يلغي الهدف بداعي التسلل. وعلى طريقة الكبار الجهراء يسجل هدف تغليص الفارق عن طريق دينجر. الشباب يكثف هجماته على مرمى الجهراء عن طريق منور المطيري وأوليفيرا ولكن دون جدوى. سوما يتلاعب بدفاع الجهراء ويسدد خارج مرمى بندر لتنتهي المباراة بفوز أول للشباب بهدفين لهدف للجهراء. الحين الحمد لله صعدنا تقريبا فوق ثلاث فرق أو فريقين، وإن شاء الله القادم أفضل لأن نادي الشباب عنده شيء هالموسم. يعني إحنا مو جايين صاعدين من دوري الممتاز دوري درجة أولى لدوري فيفا عشان بس مشاركة، لا جايين إن شاء الله نسوي بصمة وإن شاء الله يشوفون الناس فريق الشباب هذا إيش اللي سوى الموسم اللي طاف، راح تشوفون مجهود هالموسم إن شاء الله. اليوم ما كنا في يومنا، يعني ما كان الأداء يعني اللي كنا نطمح. يعني احنا قلنا ان لاعبينا موجودين وعندهم اكثر من كذي، لكن ما زلنا احنا ان شاء الله بالانتظار، وان شاء الله المباريات الجايه او المباريات القادمه عندنا فتره توقف الفيفا داي ان شاء الله نصحح بعض الامور ان شاء الله اللي نقدر نرجع بالجهره مره ثانيه يعني للفوز وللعب على اقل مستوى، يعني انه يكون يعني بشكل ممتاز. الجهراء يواصل عروضه الهزيله في دوري فيفا بسقوطه على ارضه امام الشباب. الشباب بالثنائية يزيد من أوجاع الجهراوية ويحقق أول انتصار له في دوري فيفا. محمد الصلال لبرنامج الديربي.